نظم مجلس التعليم العالي برعاية الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ورشة عمل بمشاركة عدد من الإداريين والأكاديميين من مختلف الجامعات وبحضور السيدة شيون جيرومي المدير الإقليمي لمنظمة كيو إس لتصنيف الجامعات في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. نعم، وتأتي أهمية هذه الورشة انطلاقا من دورها الهام في دعم مؤسسات التعليم العالي لضمان تقدمها في التصنيف الدولي خلال الفترة المقبلة. جهود متواصلة وعمل دؤوب يقوم عليه مجلس التعليم العالي للارتقاء بكافة الجامعات البحرينية المنضوية تحت ظله، وها هو اليوم يعقد ورشة تعريفية تضم نخبة من القائمين على الجامعات البحرينية لتعريفهم بأبرز معايير ومؤشرات التصنيفات الدولية، وذلك لمقارنتها بالاحتياجات المتغيرة في مؤسسات التعليم العالي في البحرين والعمل على تطويرها. احنا اليوم سعيدين بعقد هذه الورشة على مدى اليومين، اليوم وبكرة. شهدنا حضور كبير من رؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات في مملكة البحرين الأهلية والخاصة. الهدف من إقامة هذه الورشة أن احنا نزيد من نسبة الجامعات في التصنيفات الدولية وللارتقاء بمستوى التعليم العالي في مملكة البحرين، ونهدف إلى زيادة عدد الطلبة الدوليين أو الغير بحرينيين في مختلف الجامعات والتخصصات. هذه الورشة انطلقت بهدف أساسي، وهو تحويل مملكة البحرين إلى مركز للتميز في مجال التعليم العالي، حيث يتم الارتقاء بجميع مؤسسات التعليم العالي المحلية إلى مستوى أعلى وأفضل لتصبح أكثر تنافسية أكاديميا على المستويين الإقليمي والدولي. بدأت كل الجامعات تدرك أهمية التصنيف، لأن هذا يستخدم للبراند للجامعات ويستخدم البراند أيضا البحرين نفسها. هذه الورشة اللي تقيمها الأمانة العامة بالمجتمع العالي من الورش في غاية الأهمية لتعريف الجامعات على متطلبات التصنيفات العالمية الكيو إس، وهي التصنيفات لها دور فعال مهم في ترتيب الجامعات في العالم. في خطة البحرين الاستراتيجية في التعليم العالي أحد أهدافها استقطاب طلبة من مختلف دول العالم. التصنيفات الدولية مهمة جدا، الطلبة من كل دول العالم يرجعون لهذه التصنيفات أيا كانت لتقييم الجامعة ومعرفة مستواها. هذا وقد اشتملت الجلسات النقاشية والتي تمتد على مدار يومين على عدد من المبادرات والآراء والأفكار المطروحة بين الأكاديميين والإداريين المشاركين من مختلف الجامعات في البحرين، لما من شأنه أن يساهم في تطوير البيئة التعليمية في البحرين. على مدار يومين سيتناول المتحدثون أبرز الأساليب الحديثة التي يتم اعتمادها في مختلف الجامعات العالمية لتساهم في تعريف الجامعات الخاصة في البحرين بتلك الأساليب، ليتم العمل بها تمهيداً لإدراج كافة الجامعات المحلية في التصنيفات الدولية والوصول إلى مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، لتحصل كافة الجامعات البحرينية على الاعتماد العالمي. خول الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.